قال يقول لي محترف هاكر يا رجال هاكر والله الهاكر جيمك العرب والله ما اذكر عباس دي ساعه على خلاص بسجل لي فيديو راح والله لا يمكن انزله على قناتي هذا خلهم تعالوا شوفوا الاحتراف بالبوبجي ستيم وين وصل هذا الزيت بالشات يعني مأمن ورا يعني ما طلع ورا ابدا لا على يمين ولا على يسار وعارف انه ما في حدا ايش هالثقة هاي اللي عنده والله يلا بدنا بدي اشوف انا بتاع الاسلار بدي اشوف سبراي بتاع الاسلار مرة ثانية اساس ما يخالف بس ما جاي يصعد ولا ابدا ما فيك ما فيك يا رجال ايش هاد الاسلار ما يصعد الزائد لفوق ابدا كلها يعني لا يمين لا يسار مستحيل يا رجال ما فيك انبوت وين احصل اه دقيقة على الله نحن وين عم نحكي ولا نحن هو هو وين عم عليك دخيل الله دخيل الله هذا يلعب ضدك هاكر يسوي ذا باند قبل هذا ليش ما يعطوا لعبة باند ليش ما يعطوا تعطيه لعبة باند يعني بس اه يلا 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 بدنا نشوف السبراي يلا يلا مو قلت لكم اخو واحد تم ازالته من اللعبة وحق الحسين تيمه هذا رقم ثلاثة هو تم ازالته من اللعبة شرفك وحق الحسين هو هذا رقم ثلاثة شمالو رقم ثلاثة قلت لكم تم ازالة واحد من اللعبة هذا هو رقم ثلاثة اللي وياه ما شاء الله كل السكواد فعل هاك عشان هيك هذول فاصلين حتى يمكن ترى رقم اربعة برضو اكل بلعبان لانه رقم واحد هو الوحيد الموجود لحد الان ايه اتوقع هذا عشوائي داخل معاهم عشوائي رقم ثلاثة هو اللي طلع يلا بدي اشوف انا السبراي بتاع هذا سلار يا زلمة شو لوت جاي يطلع عليهم فرس ما ادري شنو إيه؟ عارف مكان كل واحد منهم عارف مكان مأمن هو ستر مأمن يعني يسرى يمنى مأمن ما حد وراه يعني بهالحالة يعني وقت البيدريف يعني مو لازم يشيل سلاح الرشاش ليش يعني شايل السلار وماشي حتى لو طلع واحد بوجي راح يسوي عليه سبراي بس بالنسبة لار يلعب سبراي عنده سبراي مو طبيعي والله زايد ما يروح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زايد بدي بلغ عليه اللي انا مشرفه ما عاد يا احمد كل ماشي جوست موجود ما بعرف بس ايش الايم هذا راح السور كل ما يصير هذا اسميه بلغ عليه ما شنو هذول؟ تحالف! ناس ورا! ومسوي تحالف هم! ها؟ انتم قاعد تدفعون لا خاب امه ليش طلعت؟ هاي ناس كيف هم ما بيجي تحالف! جدك انا خاف جاي يصعد تقييمهم لك لا هذول كنا ندنهم كنا نعرف والله عارف مكانه اقوى هاكر ببجي ستيم مع تحالف يقصد تحالف والله شوف شو شافوا جايز وات ذا فاك لو دود هذا هو قاتل شو يا الله ما يرحم هذا خالد بالله يا الله والله غير تيم وياه وش افتح من؟ تحالف هذا من ورا السموك من ورا السموك اقوى هاكر ببجي ستيم والله العظيم لحد الان جيدي والله جيدي تدري شنو هذا؟ هذا يسوى التقييم دولة حساب الدولة واللي وياه هسه والله ما ادري ما يمدينا نبلغ على البقية هذول معاه؟ هو كنا نعرف اسمائهم يلا نبلغ مكانهم بالضبط يا رجال يضربوا بس ما ضلوا ثلاثة سووا تكوين فريق اسمع التقييم هم على التقييم شوف انا بشرفهم جيجي يا برو هذول هم بلغ عليهم تيمي قلت تحالف انا بلغت على واحد يلا راح ابلغ على الثاني انا اشوف شلون مت انا بدي اشوف شلون مت انا
جي جي يا برو جي جي. ايش هذا اقوى هاكر يا رجال من بين السموك تحالف؟ ايش الهاكر هذا؟ ما فيك ما في خالد. شوف قتلو هسه قتلو اجي دوره. من هذا اللي نزل هذا؟ شنو هذا يصعد التقييم ما لهم عمير هذا بطلع هاكر. هذا الثاني اللي قتلني هاكر يا شباب. لا أنا هذا اكو واحد قلت لكم تم ازالته من اللعبه، هذا وياه كان وياه نفس التيم رقم 3 حتى اللي قتلني هاكر يا شباب والله العظيم ايمو مش طبيعي، جابني مرتين بالاس كيس ورا بعض ثلاث مرات كمان. راح افعل امبوت بسرعه. يلا 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 فعلوا فعلوا يلا.